بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عام 2022، يا أهلا وسهلا بيكم يا شباب. النهاردة حرفيا فيديو مهم جدا جدا جدا، ممكن ينقذ حياتك حرفيا. أنا عارف إن في ناس كتير يا جماعة زعلانة قوي 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 بعد النتيجة، في ناس كتير جابت مجموعة عالية، ربنا يا رب يبسطهم كلهم ويفرحهم بكليتهم وتكون إن شاء الله الكلية الأنسب والأجمل بالنسبة لهم. طيب أنا النهاردة مش طالع أبارك لطلبتي اللي جابوا مجموعة عالية الحمد لله في كل الجمهورية، لكن طالع النهاردة أتكلم مع الشباب طلبتي برضو، ومش طلبتي الناس برضو التانيين اللي جابوا مجموع مش كويس وحاسين ان هم يعني ما خدوش حقهم. بلاش نقول كلمه اتظلم، ركزوا معايا يا شباب، والفيديو ده مهم جدا 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 لاي طالب في ثانويه عامه حس انه ناقصه درجه واحده بس. هقول لك على اللي تعمله ان شاء الله في الايام الجايه بالترتيب، وركز في الكلام كويس. مبدئيا كده انا عارف ان بيتك فيه ظروف صعبه، وعارف ان اهلك خلاص مش مستحملين اي حاجه، لكن معلش اعصر كده على نفسك ليمونه او برتقانه او اي حاجه طعمها يعني لازع او كده، واطلب منهم انك تعمل تظلم في المواد اللي ليك درجات فيها كلها حرفيا. لكن صراحه في شويه اسئله كده انا مش فاهمها، وانا عاوزكم توصلوا الفيديو لكل الناس حرفيا عشان الناس تسمع صوتنا يا ثانويه عامه. في حاجات احنا مش فاهمينها ومش قادر الاقي لها اجابات. يعني مثلا في طلبه بتكلمني قطعت قلبي حرفيا من هنا، بتقول لي يا دكتور انا واخده نص الدرجات حرفيا في كل المواد، الماده اللي من 80 جايبه 40، اللي من 60 جايبه 30، اللي من 50 جايبه 25، في كل المواد يا بنتي، في كل المواد يا دكتور، يعني مفيش ماده مثلا معديه نص الدرجتين؟ قالت لك لا، كل المواد جايبه النص بالظبط. فصراحه انا مش قادر افهم الهاصل دي، او مش قادر افهم المعضله دي حصلت ازاي. يعني ايه طالب يجيب النص في كل المواد بالظبط ازاي؟ لو حصل مثلا صدفه ماده مادتين ماشي، لكن كل المواد نص الدرجه بالظبط انا مش فاهمها. كمان حاجه برضو، كمان سؤال خطير جدا جدا جدا، ازاي مثلا يا جماعه مدرسه كلها تسقط، او مدرسه معظمها يسقط؟ برضو دي حاجه مش معقوله يا جماعه، العقل ما يستوعبهاش بسهوله. انا مش بنتقد حد ولا بهاجم حد ولا اعرف المشكله فين، بس انا بسال السؤال عشان لو حد عنده اجابه يعرفنا، او عشان لو الفيديو وصل لحد يعرف يجيبنا يتفضل يجيبنا بكل بساطه. ازاي طالب يكون ممتاز حرفيا واحنا عارفينه كويس وعارفين ان هو شاطر وعارفين ان هو مجتهد وهيجيب ان شاء الله مجموع كويس، ويجي يجيب مثلا في ماده من المواد 5 من 50؟ ازاي مش فاهمين؟ 10 من 80؟ ما تدخلش العقل برضو، محتاجين حد يقول لنا ده ازاي. فلنفترض ان الامتحان كان صعب، اصعب امتحان جه السنه دي كان فيه اقل من 10 اسئله صعبين والباقي كويس، مش هنقول مثلا سهل، بس كان الامتحانات بالكتير قوي 10 اسئله صعبه في كل امتحان. فهو حتى لو غلط في ال 10 اسئله الصعبين، لو حتى غلط فيهم كلهم هيجيب مثلا 40 من 50، 35 من 50، لكن ازاي 5 لطالب شاطر؟ مش عارفين. طيب انا صراحه شايف ان الحل الامثل لكل المشاكل اللي حاصله الفتره الحاليه، الحل الامثل والافضل من وجهه نظري، هو نموذج اجابه. نموذج اجابه فيه كل الاجابات اللي الناس صححت منها او اللي الكمبيوتر صحح منها، بحيث الطالب اللي جايب درجه وحشه يبص على اجاباته. اكيد الطالب فاكر لسه مخلص امتحانات ما فيش اسبوعين، فاكيد فاكر الاجابات وفاكر المنهج كويس، يشوف والله هو حل صح ولا حل غلط. لو هو فعلا حل غلط وجايب درجه وحشه يبقى هو خلاص فاشل، ملناش دعوه بيه، مش هنكلمه ومش هنسمع نصيحته تاني وهنستريح منه اصلا لانه كده كده فاشل. لو حل غلط، طب لو حل بقى صح وجايب درجه وحشه، يبقى الطالب ده عنده حق والمفروض نقف جنبه ونساعده ونرجع له حقه. فالحل الامثل يا جماعه هو نموذج اجابه. احنا عاوزين نموذج اجابه في كل المواد حرفيا، عشان كل الطلبه اللي بتصيح وكل الطلبه اللي بتشتكي وكل الطلبه اللي بتعيط تشوف نفسها هي فعلا ساقطه وجايبه فعلا الدرجات القليله دي، ده فعلا مستواها، ولا هم فعلا في مشكله عندهم، في مشكله في الورق بتاعهم، في مشكله في الدرجات بتاعتهم. لازم نكون عارفين ده كويس بكل وضوح. فعايزين نموذج اجابه، عايزين نموذج اجابه لكل الامتحانات في ثانويه عامه 2022. طيب الطلبه تعمل ايه؟ صلوا على النبي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه حضرتك هتعمل تظلم. يا دكتور مش هيجيلي درجات، اعمل التظلم. اعمل التظلم، معلش يعني انت السنه دي صرفت الافات بجمله ال1000 1000 ونص 2000 اللي هتدفعهم في التظلمات، كل ماده ب 300، 7 مواد ب 2000 جنيه، مش مشكله، مش في السكه دلوقتي، بس عشان ما تندمش بعد شويه. هتيجي بعد شويتين كده، يا ريتني عملت التظلم. واحد صاحبك مثلا جاله درجتين هتقول يا ريتني كنت رحت وعملت ودفعت مليون مش 2000. فما تسيبش خطوه الا وتسلكها، اعمل التظلم، عشان بعد كده يبقى انت سلكت كل الطرق واللي ربنا ييسره ليك يبقى انت هتدوس فيه ان شاء الله. وعايزين برضه شباب نطالب بحاجه حصلت السنه اللي فاتت نتمنى انها ما تحصلش السنه دي. الناس اللي هتعمل تظلم عاوزين النتيجه بتاعه التظلم تظهر قبل الدور الثاني، عشان لو الطالب طلع له درجات ما يذاكرش وما يروحش يمتحن دور ثاني. ده لوجيك جدا وبديهي جدا، صح ولا ايه؟ في تظلم فالمفروض في نتيجه قبل الدور الثاني، عشان لو الطالب جاله درجات ما يمتحنش دور ثاني، صح؟ فاحنا لينا مطلبين، اول حاجه نماذج اجابات وده من حقنا عادي جدا، تاني حاجه نتائج التظلمات قبل الدور الثاني. طيب اللي شال بقى مواد يعمل ايه؟ انا اعذركم جدا يا شباب، ربنا معاكم ويصبركم على الابتلاء دوت، وخلي بالك الابتلاء للمؤمن، والله اذا احب عبدا ابتلاه، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تقلقش خالص، ان شاء الله خير، وان شاء الله ده الخير ليك، وان شاء الله اللي ربنا اختاره لك ده احسن حاجه ليك ان شاء الله. جالك دور ثاني روح امتحن دور ثاني، شلت مواد روح امتحن، بس قبل الخطوه دي اعمل التظلم، عشان لو جالك مثلا درجات تتجنب انك
انك تذاكر ماده زياده. وفعلا والله قلبي عندكم كلكم، وانا يعني زعلان قوي بجد والله العظيم، مش كلام وخلاص يعني، على اللي حصل للشباب الشطار اللي كنت مستنيهم يجيبوا مجاميع عاليه. فان شاء الله خير، وباذن الله ربنا يا جماعه هيعوضكم. وزي ما قلت لكم قبل كده، الرزق مش بس مجموع عالي، الرزق حاجات كتيره جدا 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 زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. وان شاء الله ربنا هيوفقكم، والعوض عند ربنا، ورب الخير لا ياتي الا بالخير. شيروا الفيديو ده في كل مكان عشان يوصل لكل الناس يا شباب، وكل الناس تسمع صوتكم، ونتمنى يبقى فيه قرارات في مصلحتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.